بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في هذه المزرعة أراضي المزارع عبده بن عبده أحسن جرمة في قرية جرمة. هذا المزارع يجتهد في زراعة الأرض حتى أصبحت بهذا الجمال وبهذا المنظر الرائع. هكذا نجني ثمار البن في منطقة حراز، شرقي حراز. هذه اللون أصبح جاهز للقطف، هذا اللون أصبح جاهز للجن. نحن في مزارعنا هذه لا نعطي هذه إلا الجبل، التراب الأسود من أصل الأرض، لا يدخل في التربة لا أسمدة ولا أي شيء مكربن غير الطبيعة، فتكون بجودة عالية وبطعم جيد لا يوجد في جميع أنحاء العالم. شكرا لكل مزارع يحذو حذو هذا المزارع، ونأمل من جميع المزارعين أن يحذو حذو هذا المزارع الذي يجتهد في الزراعة حتى نستطيع أن ننافس جميع أنحاء العالم في جودة البن الحرازي قرية جرمة.